لا تزال البنوك اليونانية مغلقة أبوابها لليوم التاسع، لكن المواطنين بدأوا محاولين الحفاظ على هدوئهم برغم تداعيات الأمر على حياتهم الاجتماعية. أصبح أمرا معجزة أن أعتقد أن البنوك ستفتح خلال اليومين، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث. ثم حاجة إلى فترة انتقالية، يكونون أحوج إلى كسب ثقة الشعب، لكن ما يجري فعلا هو أن البنوك لا تشتغل. إنه مؤسف وغير سار فعلا، فالوضع الحالي اليوم قابل للتحمل، لكن لو استمر الأمر على هذه الحال فستحدث مشاكل. سمح لليونانيين يسحبوا يوميا 60 يورو، ولكن بما أن الأوراق النقدية من فئة 10 يورو قد نفدت، فإن ما بالوسع هو سحب 50 يورو فقط. أعشق بلدي، لكن للأسف حولت الحكومة البلاد إلى حافة الدمار، فهناك فقر لدى الشباب. مليون ونصف مليون عاطل عن العمل، يعيشون عادة على معاشة آبائهم. ما الذي سيحدث مستقبلا مع هؤلاء الأطفال ممن يعيشون في ظل الفقر؟ لو أن البنك المركزي الأوروبي استمر في انقلابه فإن البنوك لن تفتح. تنتظر منطقة اليورو من اليونان تقديم مقترحات إصلاحات لها ما يكفي من المصداقية لتفادي السيناريو الأسوأ، أي التوقف عن اعتماد اليورو.